تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا صباح اليوم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. ومن جانبه أعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره لتهنئة الرئيس محمود عباس، متمنيا لفلسطين حكومة وشعبا كل سلام وتقدم وازدهار. هذا وقد أعرب الرئيس الفلسطيني عن خالص أمنيته بأن يعيد الله هذه المناسبة على الشعب المصري وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركة.